دكتور، قبل ما ندخل في الاسئله اللي جات لنا، وهي كم كبير جدا من الاسئله ان شاء الله اللي نجاوب عليها كلها، عايزين نعرف من حضرتك ونفكر كمان مشاهدينا، يعني ايه التدخلات التجميليه للسعاده الزوجيه؟ كمان مين اللي بيعملها؟ وكمان بتتعمل للرجال زي السيدات بالظبط ولا لا؟ هو اي تدخل تجميلي لاستعاده الشكل الجمالي الطبيعي والوظيفه التشريحيه للجهاز التناسلي سواء للرجل او المراه. تمام. الجزئية دي مهمة لسببين. السبب الأولاني للإنجاب والقدرة الإنجابية. الحاجة الثانية زي ما الدكتور أحمد قال، لاستمرارية الحياة في إطار سعيد وفي توافق بين الطرفين، ما يعملش أي مشاكل نفسية فيما بعد. المشكلة دي بنسبة كبيرة جدا بقى جزء منها نتيجة لمشاكل تشريحية أو مشاكل وظيفية أو مشاكل عضوية. الجزء الطبي اللي هو سواء أمراض ذكورة، عجز جنسي، ده بيبقى طبيب أمراض الذكورة. الجزء الجراحي سواء استخدام مواد مالئة، سواء استخدام ليزر، سواء نحن نعمل دعامات للرجل، سواء جراحات تجميل للمرأة أو تدخلات تجميلية بسيطة، كل ده جراح التجميل اللي بيجريه، بس يكون حد في جراح التجميل ملم بالتشريح في هذا المكان. التشريح الوظيفي، التشريح الوظيفي الجمالي هو حاجة سنة مش هنقول معقدة، بس هي عايزة إدراك شوية. إن يكون تشريح وظيفي جمالي، إن أنا أرجع الشكل الطبيعي بطريقة جمالية وطريقة وظيفية، التلاتة مع بعض يجتمعوا، يبقى هنا النتيجة تبقى مقبولة للطرفين. أوقات بتبقى المشكلة عند السيدة، أوقات تبقى عند الرجل، أوقات تبقى عند الاتنين. وهنا بنبدأ بقى نشوف مين اللي بيشتكي، والمناقشة بتظهر أساس المشكلة. يعني تدخلات لإعادة الشكل الجمالي للأعضاء التناسلية بشكل جميل، وبالتالي استمتاع او استمرار استمتاع العلاقه الزوجيه. الشكل الجمالي والوظيفي. الشكل الجمالي والوظيفي مرتبطين ببعض. مرتبطين.